في 8 نوفمبر يتوجه الناخبون الأمريكيون لاختيار رئيس للبلاد من بين 4 مرشحين: المرشح الجمهوري دونالد ترامب، والمرشح الديمقراطية هيلاري كلينتون، والمرشح الليبرتاري جيري جونسون، ومرشحة حزب الخضر جيل شتين. دونالد ترامب رجل أعمال وتاجر عقارات. نجح ترامب بين عامي 1996 وعام 2015 في بناء إمبراطورية في عالم برامج الترفيه التلفزيوني، وأشهر البرامج الناجحة لترامب هي برنامج The Apprentice أي المتدرب، وبرنامج مسابقة ملكة جمال الكون. بدأ طموحه السياسي في الوصول إلى الرئاسة الأمريكية عام 87، ودخل السباق الرئاسي لأول مرة عام 2000. كان من أبرز المعارضين لسياسات الرئيس أوباما منذ انتخابه. تتمثل مواقفه في السياسة الخارجية في أن الاتفاق النووي مع إيران هو الأسوأ على الإطلاق. Never ever ever in my life have I seen any transaction so incompetently negotiated as our deal with Iran. كما اعتبر ترامب أن فتح الأبواب أمام اللاجئين يدخل داعش إلى الولايات المتحدة، وقال أن المسلمين يكرهون الولايات المتحدة. There is a great hatred toward Americans by large segments of the Muslim population. أما المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون فهي سياسية محنكة ومحامية، وأول امرأة تترشح للرئاسة الأمريكية. بدأت حياتها السياسية في الحزب الجمهوري لتعود وتلتحق بالحزب الديمقراطي. عرفت بدفاعها عن حقوق المرأة والطفل، وخلال تولي زوجها بيل كلينتون رئاسة الولايات المتحدة تحدثت وسائل إعلام أمريكية عن نفوذ لها في صنع قرار البيت الأبيض. تولت هيلاري منصب وزيرة الخارجية في إدارة باراك أوباما بعدما نافسته في الانتخابات التمهيدية الديمقراطية عام 2008. مواقفها تتناقض بالكامل مع مواقف ترامب، فهي تعتبر أمن إسرائيل غير قابل للتفاوض، وهي تدعم الاتفاق النووي مع إيران، كما أنها تدعو إلى تكثيف الضربات الجوية ضد داعش. المرشح الليبرتاري جيري جونسون هو الحاكم السابق لولاية نيو مكسيكو، ومن المتوقع أن يكون بمثابة القوة الثالثة التي تحاول سحب جزء من الأصوات المحافظة من دونالد ترامب، بما أن أيديولوجية الليبرتاريين أقرب إلى الجمهوريين من الديمقراطيين. يدعو جونسون إلى عدم التدخل في السياسة الخارجية وخفض الضرائب والتجارة الدولية الحرة. أما مرشحة حزب الخضر جيل شتين فهي طبيبة، وكانت أحد المرشحين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2012، وهي تعتبر أن تدخل الولايات المتحدة في الشرق الأوسط يفاقم الإرهاب، وتدعو إلى وقف الولايات المتحدة تمويل ودعم الاحتلال الإسرائيلي.